أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس دوت كوم. البداية من صحيفة القدس: الوفد الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات، انهيار التهدئة والقتال يندلع من جديد، وقوع 4 شهداء وعشرات الإصابات، مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في كيسان ونحالين، الرئيس في الدوحة اليوم لإجراء مشاورات مع قطر ومشعل، رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، الجيش الإسرائيلي يدعو إلى فتح الملاجئ على مدى أبعد من تل أبيب اتقاء للقصف. أما الحياة الجديدة فكتبت: إسرائيل تطيح بالتهدئة وتعصف بالمفاوضات، آخر ساعة، الأحمد جاهزون للعودة إلى المفاوضات عندما ترى مصر أن الوقت مهيأ لاستكمالها، الرئيس ينعى شاعر المقاومة سميح القاسم، بتسالم سياسة هدم المنازل في الضفة غير شرعية وتطال الأبرياء، أوباما يضع قيودا على صادرات الأسلحة لإسرائيل، العثور على جندي إسرائيلي مفقود منذ يومين مقتولا بالرصاص. ونطالع من صحيفة الأيام: انهيار التهدئة، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 71 بجروح، والمقاومة ترد بقصف تل أبيب والقدس، فتح الملاجئ الإسرائيلية على بعد 80 كيلومترا من القطاع، قوة الاحتلال تعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم أسير محرر، شرق غزة آلاف المواطنين يتوجهون لمراكز الإيواء بعد تجدد قصف الاحتلال، عرقات الأولوية وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وإيجاد آليات ملزمة لإنهاء الاحتلال. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ من الشرق الأوسط السعودية: مسؤول خليجي: قطر لم تلتزم باتفاق الرياض، نريد أفعالا لا أقوالا، غزة تشتعل مجددا وتعليق مفاوضات القاهرة، طرابلس تحتفل اليوم بالذكرى 3 لتحريرها من قبضة القذافي. ننهي جولتنا بأبرز ما تناولته الحياة اللندنية: سقوط هدنة غزة والمفاوضات، الجيش العراقي يوقف اقتحام تكريت ثانية، أوباما سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في العراق وسوريا لأن الذئب عند الباب، 50,000 في جيش داعش السوري. ختام أقوال الصحف، نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.